المشاهدون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة الشروق. بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أمس ببرقية تهنئة لرئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بمناسبة أدائه اليمين الدستوري كرئيس للوزراء بعد فوزه في الانتخابات، مؤكدا دعم السودان للعلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق المنفعة المشتركة لشعبي البلدين. بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ببرقية تعزية للرئيس الصيني شي جي بينغ في وفاة رئيس جمهورية الصين الشعبية الأسبق جاك زيمين الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 96 عاما. استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بمكتبه أمس وفد وزراء خارجية دول منظمة الإيجاد والذي ضم وزراء خارجية إثيوبيا وجيبوتي وكينيا والصومال وجنوب السودان وسفير يوغندا بالخرطوم، ذلك بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق عقب ختام الاجتماع الوزاري رقم 48 لدول المنظمة بالخرطوم. واطلع البرهان خلال اللقاء على مجمل القضايا التي تم التداول حولها خلال الاجتماع. قالت أنيتا ويبر الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي والبحر الأحمر إن اجتماع وزراء خارجية الإيجاد بالخرطوم يأتي في توقيت ممتاز بعد الخطوات الإيجابية في منطقة القرن الإفريقي. وأشارت ويبر بالخطوات الإيجابية في منطقة القرن الإفريقي خاصة وأن المنطقة قد شهدت فترة عصيبة في السابق، معربة عن أملها أن يحدث الانتقال في السودان. جاء ذلك لدى مخاطبتها مؤتمر وزراء إيجاد والذي استضافته الخرطوم، ولفتت الانتباه أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي ظل يأمل أن تشهد منطقة القرن الإفريقي تطورات إيجابية خاصة وأن المنطقة تحتاج إلى التكامل الإقليمي والاقتصادي. تستعد دائرة مرور ولاية الخرطوم وتحت إشراف مدير الدائرة اللواء الشرطة حقوقي أمير عبد المنعم لتجهيز مركبات الدوريات 3 سبعات وكاميرات الضبط المروري بالتقاطعات الحاكمة لتسيير الحركة المرورية بالعاصمة خلال أعياد الشرطة السودانية وعيد الاستقلال. يعمل مرور ولاية الخرطوم بصورة دؤوبة في تجهيز مركبات الدوريات من سارينة وتركيب فلاشات بأجهزة بديلة لضمان عمل الفلاشات بصورة أفضل. يعمل الفلاش الجديد بنظام الـ LED وهذا النظام معمول به في الدوريات والإسعافات بالدول العربية المتقدمة، كما تم إعادة تنشيط خدمة التتبع الجغرافي GPS لمراقبة وتتبع الدوريات خاصة عند تلقي إشارة الحوادث من الغرفة للدورية ومتابعة الدوريات للتواجد بالتقاطعات الفعلية لانسياب عمليات المرور. المشاهدين الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية الموجز، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.